أتحمل القمة ما هي للجميع. قمة يعني مثلا ايش أقول لك، سعد بن جدلان الله يرحمه كان يعني على القمة وبقى على القمة وتوفوه على القمة. أنا أشوف لك شاعر الآن جاي للساحة بقوة صراحة. من هو؟ صالح النشيري. يستاهل يستاهل صالح النشيري. أنا ترى ما تربطني في علاقة لكن قصيدته لازم أسمعها. أنت منصف، أنت ذكرت صالح النشيري الآن.